نحن هون بنورث امريكا عنا مشكله كبيره. المشكله هي انه في كتير ناس يؤدون صوره الصلاه ولا يتجهون الى القبله، انما يتجهون بعكس القبله. هلا هون يمكن انت ما فهمت علي، ولكن سؤال لك انت عزيزي المستمع يلي منك بنورث امريكا، عن جد عم بحكي، اذا بتسال اي مسلم على وجه الارض، اذا بتقول له انا بامريكا الشماليه، اسمع مني، انا بامريكا الشماليه، وين بدي اتجه للقبله؟ وين بدي اتجه للصلاه؟ أين القبلة بالنسبة لي إذا كنت في أمريكا الشمالية؟ أين اتجاه الكعبة من كندا وأمريكا الشمالية؟ لا شك بده يكون للجنوب، بس أي جنوب؟ بده يكون للجنوب الشرقي، ما هيك ولا لا؟ نحن مشكلتنا هون بكندا ونورث أمريكا أنه في كتير ناس هن وبشمال أمريكا يتجهون إلى الشمال. الله أكبر، يعني عن جد ضحكوا عليهم الأجانب. يا أخي بدي أفهم شغلي، كيف القبلة بالبرازيل اللي هي بجنوب أمريكا تكون إلى الشمال الشرق وأنت فوق البرازيل وفوق الكعبة وبدك تتجه إلى الشمال الشرق؟ كيف يعقل أن تكون القبلة في كندا إلى الشمال الشرق وبالبرازيل إلى الشمال الشرق؟ كيف يعقل إنه القبلة في أستراليا إلى الشمال وبدها تكون في كندا إلى الشمال مع إنه الكعبة بيننا وبينهم؟ في حدا غلطان؟ فهلأ كل إنسان بنورث أمريكا عم بيصلي، كل إنسان مسلم عم بيتجه إلى النورث إيست بدل ما يتجه إلى الساوث إيست، صلاته ليست صحيحة عند الله. ولو هو لما أدى سورة الصلاة حس حاله مرتاح وبكي وانبسط أنه كان بجماعة، ولكن هذا العمل ليس مقبولا عند الله، هذه عبادة فاسدة. يا شيخ جين ليش عبادة فاسدة؟ لأنه يا حبيبي قبل ما تصلي الصلاة لابد أنك تعرف أين تتجه، لابد أن تتجه إلى وين؟ إلى إلى الكعبة، ما هيك ولا لا؟ والكعبة على حسب أنت وين. إذا كنت في جنوب الكعبة جنوب مكة، وين بدك تتجه؟ إلى الشمال. وإذا كنت في شمال الكعبة إلى الجنوب.